السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن برضو أعرف مجموعة، المجموعة دي فيها عناصر مختلفة، مش شرط أرقام بس أو حروف بس، فممكن أقول له المجموعة إيه؟ هي عبارة عن ست، وأقول له كل العناصر اللي أنا عايزها جوه الليست دي، فأقول له مثلا العنصر الأولاني كلمة كريم كاملة، فكده كريم جوه المجموعة، وممكن أقول له حرف الـ A، وحرف الـ A كابيتال، وبعد كده فيها واحد واثنين وتلاتة، وفيها علامة الآت، وفيها علامة الدولار ساين. ولما أقول له هنا برنت الـ A، فهتلاقي كل العناصر دي جوه المجموعة عادي خالص. فهنا مش شرط إن المجموعة تبقى حروف بس أو أرقام بس، ممكن يبقى فيها أي عناصر.